بشرحها. إذن بالنسبة للتمرين الأول عندنا العملية A تساوي 36 في 4 ناقص 6. إذن هنا عندنا العملية بدون أقواس. إذن سنعود للقاعدة رقم 1. إذن عند عدم وجود الأقواس تفصل بين العمليات، ننجز عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح، ولكن هنا في هذه العملية هذه عندنا فقط عملية الضرب والطرح. إذن سوف نبدأ بعملية الضرب ثم الطرح، لأن الضرب كيسبق لنا الطرح. إذن 36 في 4 وغادي نقصوا منها 6. إذن 36 في 4 هي 144 تساوي 144 ناقص، غادي نقصوا منها 6، إذن تساوي 138. غادي نمروا علاش درنا هنا 4 في 3 هي 120، و4 في 6 هي 4.